الشرق الأستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ينضم إلينا عبر الهاتف. أستاذ محمود أهلا وسهلا بحضرتك، ما الانعكاس المنتظر لمسألة توقيف وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار؟ هل هذا في إطار الخلاف الداخلي داخل المؤسسة العسكرية أو معرفة المؤسسة العسكرية ببعض أركان الفساد الموجودة فيها سابقا، ولا هذا له انعكاس مباشر على الشارع الجزائري في عمومه؟ حقيقة اعتقال الجنرال خالد نزار وهو ما كان يطلق عليه برجل الجزائر القوي في مرحلة من المراحل التي عاشتها الجزائر في العشرية السوداء حقيقة أمر في غاية الخطورة، خاصة وأن خالد نزار يحظى بأرضية قوية ولكن ليس في الشارع الثوري الجزائري، دعنا نقول ذلك. خالد نزار حقيقة بدأت خلافاته مع قائد أو رئيس الأركان الحالي عندما طالبه بالاستقالة وقال له في إحدى تغريداته على تويتر أنك ذبحت البلد. خالد نزار استدعي للشهادة ضد شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والذي كان يحكم الجزائر فعليا، ولم يعني يعطي حقائق تفيد التحقيق بالشكل الكافي، وبدأ في صراع ربما بين رجال المؤسسة العسكرية السابقين. مسألة اعتقال رجل سابق في المؤسسة العسكرية الجزائرية ليس بالأمر الجديد، وخاصة بعد اعتقال رجل كان في السلطة، خالد نزار كان في السلطة سابقا، ولكن اعتقال الجنرال توفيق تم وهو في سطوة حكمه كرئيس للمخابرات. إذن السلطة الجزائرية أو الذين يديرون المرحلة الحالية في الجزائر يبدو أنهم يريدون أن يوصلوا رسالة للشارع الجزائري أنه لا أحد فوق المساءلة حتى وإن كانوا رجال أقوياء في السلطة في الجيش الجزائري. قد يقول البعض أو قد يفهم البعض أن هناك رسالة أخرى من الفريق أحمد جايد صالح مباشرة بأنه قوي وقوي للغاية في هذه المرحلة ويستطيع أن يمسك بتلابيب الأمر في الجزائر بالكامل. بالتأكيد هو كذلك الرجل هو حقيقة رمانة الميزان الآن، هو الذي يدير أمور البلاد، هو الذي يرجح كفة جهة على أخرى، هو الذي أقر مبدأ الحوار الوطني باعتباره المخرج الوحيد للأزمة الحالية في الجزائر والوصول إلى حلول لحالة السيولة السياسية التي تعيشها الجزائر بدون قيادة حقيقية ورئيس حقيقي للبلاد أو رئيس دائم للبلاد بدلا من الرئيس الذي يدير المرحلة الانتقالية. حقيقة الرئيس الأركان الجزائري هو يريد ألا يعود بالجزائر إلى عشرية أخرى سوداء وربما تزيد عن عشرية إذا ما أفلتت الأمور. الأمر في الجزائر لا يحتمل أي رهانات ولا يحتمل أي مساومات ولا يحتمل أي مقايدات. حتى لا تنفلت الأمور هذه كان البعض ممكن أن يتصور أن التهدئة كانت واجبة مع بعض الشخصيات ذات النفوذ الواسع كخالد نزار وله علاقات ممتدة مع السعيد بوتفليقة كما أشرت، وربما بعض الاتهامات التي كانت له كانت مرتبطة بعلاقاته مع السعيد بوتفليقة وله نفوذ واسع ربما. سيدي الفاضل، القوة الآن هي في الشارع الثوري وليس فيما مضى من سلطة، يجب أن نفهم ذلك، وإرضاء الشارع الثوري هو الأساس وليس إرضاء سلطة سابقة، والدليل على ذلك هو وضع شقيق بوتفليقة الذي كان يحكم الجزائر في قبضة القضاء، ووضع خالد نزار أيضا وأي شخصية أخرى قد تكون ثمنا لإرضاء الشارع الجزائري وإرسال رسالة واضحة وصريحة بأنه لا أحد فوق المساءلة. أتصور أن رئيس أركان الجيش ومن يديرون المرحلة الانتقالية لن يتورعوا أبدا في اتخاذ هذه الخطوة. المرحلة المقبلة كيف سيتم التعاون من قبل قيادات الجيش من قبل فريق أحمد جايد صالح الرجل الذي يبسط نفوذه وسلطانه على كل شبر في الجزائر تقريبا، كيف سيكون التعامل في المرحلة المقبلة نظرة الشارع لقيادة الجيش التي تقدم عطاءات سخية فيما يتعلق بمكافحة الفساد، أخذا في الاعتبار أن الاتهام الموجه للجنرال نزار هو التآمر وليس الفساد؟ نعم أنا قلت لك، تسمعني؟ نعم أستاذ محمود تفضل. قلت لك أن الجنرال خالد نزار أطلق قنبلة لم يكن وقتها أبدا عندما طالب بإقالة قائد الجيش، هو الرجل كان يريد ربما أن يحدث فتنة وربما يريد أن يوصل أمرا أن من يدير المرحلة الانتقالية ليس جديرا بتلك المرحلة، ولكن الرسالة الواضحة التي يريد رئيس الأركان إيصالها للشارع الجزائري أنه كما نعتقل أشخاص مثل بورقعة مثلا نعتقل خالد نزار ونعتقل بوتفليقة، لا أحد أبدا
فوق استقرار الجزائر. أعتقد أن هذه هي الرسالة الواضحة والصريحة التي يريد رئيس الأركان إيصالها للجميع، أنه لا أحد فوق استقرار الجزائر ولا أحد بعيد عن الحساب أو عن قبضة القضاء إذا ما أراد أن يطيح بأمان الاستقرار في الجزائر أو أن يلقي قنابل في مرحلة يراد لها أن تكون خضراء في الجزائر في المرحلة القادمة، وهي مرحلة استقرار تؤهل أو تمهد الطريق لاستقرار سياسي دائم بانتخابات رئاسية ثم برلمانية، وأن يكون للجزائر مستقبل واضح وآمن بعيدا عن مرحلة بوتفليقة التي بالفعل فرضت استقرارا ولكنه كان مشوب بالفساد وبقمع المعارضة وتدمير اقتصاد البلاد. أخيرا أستاذ محمود، هل الشارع الجزائري، وحضرتك قلت أن الرهان الآن على هذا الشارع الآن، بات يدرك أن حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ولت بحكم كل عمليات المحاكمة الجارية الآن، ولا لا يزال بقاياها قادرون على أن يعودوا مجددا إلى الواجهة في أي من الانتخابات التي ذكرتها؟ بالتأكيد يعني أي حراك ثوري بالتأكيد يكون شديد الحساسية تجاه من استولوا على السلطة في مرحلة هو سار عليها. بالتأكيد ما زال الشارع الجزائري يصر على الإطاحة بالباقين الباقيين وهو الرئيس المعقد ورئيس الحكومة، ولكن أنا في تصوري أن هذه الخطوات التي يقوم بها رئيس الأركان ويقوم بها القضاء الجزائري في الإطاحة برموز كبيرة جدا في عهد بوتفليقة وحتى قبل عهد بوتفليقة، أتصور أن هذه الرسالة واضحة للشارع الجزائري. سننتظر إذن لنتعرف على طبيعة ردة الفعل من الشارع وعلاقتها مع الحوار الوطني الذي يجرى الآن برئاسة السيد كريم يونس. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود الشناوي.